طيب هنبدأ النهاردة في تاني نوع في الديزاين باترن، وهو السيمبل فاكتور. السيمبل فاكتور ببساطة يعني، وليكن عندنا شقة، الشقة دي خلصانة بس ناقص لها البيبان، فصاحب الشقة عايز يجيب البيبان، فعنده طريقتين: يا إما يروح يكلم المصنع ويقول له أنا عايز باب الويدث بتاعه والهايت كذا، يا إما هو يروح يجيب خشب ويبدأ يعمل الباب بتاعه. فالسيمبل فاكتور بقى بيقول لك لا، انت ما تعملش حاجة، انت بس كلم المصنع وقول له على التفاصيل اللي انت عايزها وهو يرجع لك الداتا. فعمل ايه؟ فاوريدي احنا لو هنعمل بايدينا هنعمل ادي الويندو دور، الودن دور، الباب الخشبي، وعملنا انترفيس بس في التوميس دول بس بنعملهم كامبلمنتيشن كتنظيم يعني. فانا الطبيعي ان انا لو عايز امبلمنت يعني عايز اعمل كل حاجه بيجي، فهاجي هنا في المين اكتيفيتي، هقول انا عندي اوبجكت من مين، من كلاس اللي هي بتعمل الباب، واعرف اوبجكت، والمفروض بقى ده الويتس والهايت، وتحت كده اقول له دي دوت جيت هايت وجيت واي ودوت جيت ويت. كده انا عملت ايه؟ كده انا عملت الباب بنفسي يعني، انا اللي عملت الكلاس وانا اللي رحت حطيت فيها الويتس والهايت وانا كمان اللي رحت جبتها يعني، انا كأن انا اللي اشتغلت الباب كله. فهو بيقول لك لا ما تعملش كده، امال تعمل ايه؟ قال لك اعمل كلاس تانية اللي هي وليكن المصنع في المثال بتاعك. الكلاس دي انت بس هتروح تندها تقول لها عايز دور، انا عايز باب بوتس كذا وهايت كذا، هي ترجع لك الباب بغض النظر عن التفاصيل بتاعتها بتعمل ايه. هي طبعا بتعمل ايه؟ بتروح تعرف الاوبجكت من الودن دور وتدي له الوتس والهايت وهي بيرجعها لك وترجع لك في المين اكتيفيتي. فكده كل الشغل بتاعك هيبقى فين؟ هيبقى مع المصنع نفسه. هتقول له دوت انا عايز باب مثلا الويدث بتاعه 100 والهايت 300، فالمفروض ان دي هتعمل ايه؟ هتروح ترجع لك اوبجكت من الودن دور، فانت المفروض ان هتروح تستقبله هنا تريديشنال، تيجي هنا كده او ممكن نعرض على طول يعني سيستم، عايزين نتشيك بس الداتا وصلت صح ولا لا. دوت مثلا جيت ويت هات الهايت، ماشي نجيب مثلا هايت نيجي نرن كده، اه الهايت 300 زي ما احنا مدخلين. بس دي فكرة السيمبل فاكتور، فهو سيمبل جدا يعني، بيقول لك متلعبش نفسك، روح على الفاكتور اعمل كلاس كده هي اللي بتشتغل كل الشغل مع الكلاس التانية اللي فيها كل الشغل، ما تشتغلش انت كل الشغل في المين اكتيفيتي، لا انت بس هو سطر واحد اهو، بدل ما تقعد تعرف اوبجكت من الودن دور وتحط الداتا وترجع داتا، لا قال لك انت اتعامل مع الكلاس اللي بتعمل كل الشغل ده في المين اكتيفيتي بس كده، بكل بساطة يعني.